كابتن عبد اللطيف، ألف ألف سلامة. ما تشوف شر الجماهير الهلالية والجماهير السعودية بشكل عام. أمس تفاجأت بإصابتك عبد الله، كيف جت الإصابة؟ أمس ما كان في أي اشتراك مع أي لاعب، كيف جت الإصابة وش كانت ردة فعلك أول ما طحت؟ حسيت أنها ممكن تكون رباط صليبي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شيء ثاني الحمد لله على كل حال. قبل كل شيء قضاء وقدر، يعني مكتوب، شيء مكتوب يعني. شيء ثاني هي كانت زي ما تفضلت، يعني كانت بدون أي اشتراك، بس كانت الكرة طويلة يعني، وحاولت أسوي كنترول للكرة. بعد ما كنت ثالثة نزلت على رجلي بشكل خاطئ. أرضية الملعب كانت جافة، هي كانت كويسة صراحة أرضية الملعب، بس إنها جافة جدا يعني ما فيها موية. ما رشوها تقريبا قبل المباراة بساعتين يعني، جفت ما سوى شيء يعني الموية، فهي ثبتت عشان كذا. وأعتقد بدون لو يعني، لكن ممكن تساعد شوية الأرضية، لكن الحمد لله على كل حال. نعم كابتن عبد الله، في زملاء لك كثيرين الآن، يعني في وليد عبد الله، فواز القرني، إبراهيم غالب، ياسر القحطاني، الإصابة منتشرة بشكل كثير السنة هذه، إيش تعتقد السبب؟ وفي ناس قالوا إنه كمان عبد الله سبب إصابة عبد الله إنه من الإرهاق، كثرة المشاركات، كنت مع المنتخب الأولمبي وعدت مع الفريق الهلالي كأساسي. والله زي ما قلت لك يعني، هو شيء مكتوب قبل كل شيء يعني، شيء مقدر للجميع يعني. أتمنى أن تكون آخر إصابة لعبد الله طيفي، آخر لاعب سعودي وآخر لاعب عربي. شيء ثاني، لكن ممكن في ناس مختصة بالشيء هذا أكثر يعني كدكاترة وكذا، لكن أنا أشوفه يعني ممكن أرضيات الملعب ممكن برضو يعني ما تساعده بشكل إعداد اللاعب وتجهيز اللاعب ونفسية اللاعب تقريبا برضو يعني ممكن تساعد هذا الشيء يعني، تسبب هذا الشيء. وما أنا هذه الأشياء اللي أنا عندي يعني، ما عندي الخبرة الكافية يعني، الغيري ممكن مختص بالشيء هذا. نعم كابتن عبد الله، بالنسبة للإصابة العملية ومكان التأهيل، قررت وين راح يكون مكان التأهيل ومكان العملية؟ والله أنا بستشير كذا واحد يعني، أخواني والناس اللي سبقت من العملية، أخوي عبدو وأخوي علي، وبقرر إن شاء الله ومستخير ونشوف المكان المناسب بإذن الله. ما قررت إلا؟ لا لسه ما قررت صراحة، لكن إن شاء الله بعد الأشعة الأسبوع الجاي راح أقرر إن شاء الله. أشعة يعني عشان تأكد من الأشياء الكاملة، الغضاريف، الأربطة المتبقية، الأوتار، تشيك يعني تأكيد كامل يعني. زي ما قلت فضلت يعني، ممكن قلت قبل اللقاء يعني، عملية الرباط صارت سهلة الحمد لله يعني، إيه، لكن الإعداد هو الأهم، فنسبة كبيرة يكون إعداد برا، فموضوع العملية لسه ما قررت صراحة، يا هنا أو برا لسه، بس الإعداد غالباً برا. وين؟ أي نعم، والله الأقرب ممكن ألمانيا يعني، عندهم مركز يعني يمدحونه كذا شخص، يمدحون مركز مختص في التأهيل واللاعبين، وهو الأقرب يعني. نعم كابتن عبد الله، أنت مثل ما الكل يعرف يعني تعشق النجم بوسكيتش لاعب برشلونة الأسباني، لكن ما أصيب بالرباط إلى الآن الحمد لله. في نجوم عالميين آخرين أسماء كبيرة جدا عملت مثل هذه العمليات الرباط الصليبي وعادوا أقوى من الأول، هذا الشيء يشكل لك دافع بالعودة؟ والله بإذن الله يعني، أنا راجع عند العزيمة والإرادة قوية جدا يعني، التأهيل والعودة الأفضل مما كنت عليه، وزي ما قلت لك يعني الدعم اللي جاني خلاني يزيد من حافزي جدا يعني بشكل اكبر، حفزوني بشكل كبير، وباذن الله اني راح ارجع لهم، ما راح ارجع افضل من الموسم هذا باذن الله، وراح اقدم الشيء الكبير باذن الله تعالى. جميل عبد الله، أترك الكلمة الأخيرة لك، توجهها لمن؟ الكلمة لك. والله الكلمة تكون أول للجمهور صراحة، إن هم الناس اللي دعموني صراحة بعد الإصابة هذا، وأقول لهم بإذن الله إني راح أرجع أفضل من الموسم هذا، راح أقدم الشيء الكبير، وإن شاء الله بإذن الله ما راح أرضى إلا أن أكون أساسي في الموسم القادم. دعمتكم ووقفتكم هذه اللي وقفتوها معي ما راح أنساها يعني. وبالنسبة للإدارة أيضا راح إن شاء الله برضه أرجع أقوى وأقدم ونحصد ألقاب مع الفريق هذا. زملائي اللاعبين ان شاء الله باذن الله قادرين على تحقيق باذن الله تعالى كاس الملك وتاهل كاس اسيا الدور الثمانيه، المستويات اللي قاعد يقدمونها والانضباطيه اللي قاعد نشوفها منهم، والله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله.